في غير هذا انا يعني كنت من حتى انا نتناول نقطه واحده اللي هي ربما احتلال الملك العمومي وهذه الفوضى اللي ولات في قنيطره، انه ما غاديش نتكلم عليها حتى ندير الطلب وديك الساعه نتكلموا في الخطه. الغبار الاسود كذلك كاش هضرت معك مؤخرا قلت لي ديرو انت اللي خصك ديرو، لانه هو الاسود راه المشكله ديال المدينه وانت هو الرئيس، راه انت اللي خصك تحطها باش كتكون الدور استثنائيه، هي استثناء. دابا حتى البرلمانيين اللي عندنا هنايا ربما غيحطها غير هكا باش يتسمى بانه راه هذا، واذا حق خصو يتكلم على الغبار الاسود، الغبار الاسود الناس حمراء سي رئيس. واحد النقطه كاحاطه، مش غنقول احاطه وانما تكلمت معك على الباركي الان، غير انا عاد خرجت من السونتر في هذه السيمانه كان اجتماع ديال الدي دي ان الباركي. السيد رئيس انت دزتي في الكره وملحفه، الباركي راه كيسوى ملايين، تعطى لقنيطره تعطى خمسه المدن، لانه فاش تكلمنا مع الرئيس بور ديفلوبي الفوتسال خصنا نلعبوا في الباركي. الوغ الان بقى مده هو تما راه كان غير يمشي، وكنت تاخذوا لاصال ديال الشباب والرياضه وانت كرئيس دافعت عليه باش يبقى هنايا، كان الشرط هو انك تصوت القاعه. ديك الخطره قلت لي راه كلشي هو هذاك، راه كان غادي يتحيد دار ميرمون، كان غادي يتحيد القنيطره، وحرام بانه يتحيد القنيطره وهي شنو نقول لك الميلاد ديال فرنسا. شكرا سيد الرئيس. ما كاين مشكل، هذا الشيء اللي طرحته راه كنت جوج، وكاين في الاسئله الكتابيه ديال جدول الاعمال وغادي نجاوبوا عليه ان شاء الله. بس انا كنقول لك راه غيمشي، راه السطات راه عاد البارحه تعطى ليهم، راه بداو مراكش مدن، هذه مدينه ديال فوتسال تعطى للمدينه، راه كيسوى انت راه اعرف بهذا الشيء، الباركي راه تعطى لنا فابور. ماشي تعطى راه جبناه على المدينه. لا ماشي شتي، راه الجزائر اللي دارت بحكم التواجد ولا المدينه ولا قنيطره تما باش استغوينا، راه انت عارف وانا عارف بلا ما نشرحوا، جبناه للمجلس والاخوان ديالنا في القنيطره بغاو يحيدوا لنا من المجلس ويديوا قاعه واحده اخرى اللي ما تابعهاش المجلس. وغادي يكون اختلاف بيناتنا في المجلس، ولكن بدات تكون مصلحه، حيت الجماعه ماشي تبع اناني ولا ديال شي واحد. القاعه دي وحده ديال الجماعه، ملي نمشيو حنا يجي وحدين اخرين. شوف الله يسلمكم بخير. ديروا كيفاش باش ديروا؟ راه هو بغاو يحيدوه ما خليناهوش. علاش؟ حيت جاو شي اخوان وبغاو يديوه لواحد القطاع خارج وما تيعطيش القطار يلعبوا فيه. ما كاينش لا 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 استغوينا. لا لا خليك دابا تكلمتي، خليني نتكلم. ما تمرش دابا تكلمتي، دابا تكلمتي. اسمع اسمع الباركينغ دابا ما يمكنش تعطي شي حاجه اخرى باش تقول الناس كلام اخر. انا كنقول لك انت كرئيس وكولد العفه ورئيس ستيف الكار، انت عطيتي للمدينه هذاك الباركي تعطى شرط واحد بانه يتوب القاعه على غير. اما الشباب الرياضه في راسنا بانه هي بغات تبناه لانه ديجا راه صار مصوبه، ولما لا راه صار مصوب. اما باش نقولوا بانه حنا غادي نديروا شي فصاله ما عندهمش حق، خرج الباركي الفوتسال خمسه المدن تعطى لهم. هذاك الباركي جبناه القاعه الوحده حيت تابعه للمجلس البلدي وتيلعبوا فيها الفراقيط القنيطره، ولا صاله اخرى ما تيلعبوش فيها الفراقيط القنيطره وما تيبغوش يعطيوها للفراقيط القنيطره، ودافعنا وما بغيناش يخليهم يخرجوهم من تما، وخرجنا ودرنا ما واتصلت بالوزير واتصلت بالسي القجاع واتصلت ودرنا قيام على هذا الشيء هذا، فهمتي؟ باش تبقى في ذاك القاعه وتستافد منها القاعه ديال الجماعه ماشي ديالنا، ديال الجماعه. ودرنا مارشي 200 مليون ودات لابيل دوفر وحتى شركه ما حطات، وعاودنا لابيل دوفر والحمد لله راه داز البارح ولا اول البارح، راه هما خدامين تيشوفوا شكون الشركه اللي غادي تاخذ. هانئا لنا صافي ان شاء الله، الامور الحمد لله في يد امينه. هذا اللي خصنا نديرو كاملين هو حنا كمستشارين ندافعوا على الجماعه.